مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم النشرة الجوية الخاصة بالملاحة البحرية. تميزت الحالة الجوية السائدة لهذا اليوم بتواجد أغلب مجالاتنا البحرية في منطقة منخفض نسبي للضغط الجوي، كما تبينه صور القمر الاصطناعي أمامكم، كما يجدر الإشارة لوجود إعلام برياح قوية متوقعة لمدة 24 ساعة بداية من يوم الغد على الساعة 9 صباحا بالتوقيت العالمي، وتهم في البداية خليج قابس ثم تدريجيا شرق تونس ولاحقا شمال تونس، حيث تهب الريح من القطاع الشرقي قوة 7 من سلم بافور، أي ما يعادل 28 إلى 33 عقدة، وتصل يوم الجمعة ليلا قوة 8 من سلم بافور، أي ما يعادل 34 إلى 40 عقدة، وذلك نتيجة لمنخفض الضغط الجوي متمركز على الجنوب الجزائري، ومن المتوقع أن يصل 1008 أكتوباسكال ثم يتجه تدريجيا نحو الشمال الشرقي ويصبح أكثر حدة، مساهما بذلك في تسيير تيار قوي على مناطقنا. التوقعات الجوية الصالحة لي ما بعد الظهر بالنسبة لحالة الطقس، سحب عابرة بشمال تونس وطقس مغيم جزئيا ببقية المجالات. بالنسبة لاتجاه الريح بشمال تونس، تهب الريح شرقية شمالية شرقية بين 15-25 عقدة، والبحر عامة يكون متموج. بشرق تونس تهب الريح شرقية أو غربية جنوبية غربية ثم تتجه إلى شرقية بين 15-20 عقدة، البحر يكون نسبيا مضطرب ثم تدريجيا قليل الاضطراب. أما بخليج قابس فتهب الريح جنوبية غربية ثم تتجه آخر النهار إلى شمالية شرقية بين 15-20، البحر مضطرب فتدريجيا قليل الاضطراب. أما رؤية فتمتد من ميلين إلى 7 أميال بأغلب مجالاتنا البحرية. هذه الليلة سحب أحيانا كثيفة بشمال تونس، طقس مغيم جزئيا ببقية المجالات. بالنسبة لاتجاه الريح بشمال تونس، تهب الريح شرقية جنوبية شرقية بين 20-25، والبحر يصبح مضطربا. بشرق تونس تهب الريح شرقية جنوبية شرقية في بداية الليل بين 10-20 ثم تتقوى لتصل آخر الليل 20-25 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب يصبح مضطربا آخر الليل. كذلك بخليج قابس تتنقل الريح شرقية جنوبية شرقية في البداية بين 10-20 عقدة ثم تتقوى تدريجيا لتصل 20-25 عقدة، البحر يكون قليل الاضطراب يصبح مضطربا آخر الليل. بالنسبة للرؤية تتقلص من 7 إلى ميلين بأغلب مجالاتنا البحرية. التوقعات الجوية المنتظرة ليوم غد إن شاء الله، سحب تتكاثف تدريجيا مع أمطار تكون مؤقتة رعدية بعد الظهر بكل من شمال تونس وشرق تونس. الريح تتنقل من القطاع الشرقي في البداية تكون بين 20-25 ثم تتقوى تدريجيا لتصل بين آخر النهار 25-35 عقدة، البحر يكون مضطرب فتدريجيا شديد الاضطراب بكل من شمال تونس وشرق تونس. بالنسبة للرؤية تنخفض لتمتد بين ميل 1 إلى 4 أميال. بمنطقتي الشابة وجربة إلى غاية جرجيس، تهب الريح من القطاع الشرقي تكون شرقية في الصباح تكون بين 20-25 ثم تتقوى لتصل بين 25-35 عقدة، البحر يكون مضطرب فتدريجيا شديد الاضطراب، ورؤية تمتد من ميل 1 إلى 4 أميال. نمر الآن لحركتي المد والجزر. بميناس فاقس متر و27 سنتيمتر على الساعة 8 مساء و19 دقيقة و77 سنتيمتر في تمام الساعة 2 بعد منتصف الليل و22 دقيقة. بميناء قابس متر و69 سنتيمتر متوقعة في تمام الساعة 8 و33 دقيقة، ومتر وسنتيمتر واحد في الساعة 2 بعد منتصف الليل و31 دقيقة. أما بميناء جرجيس ف75 سنتيمتر في تمام الساعة 8 مساء و22 دقيقة، و47 سنتيمتر في تمام الساعة 2 بعد منتصف الليل و20 دقيقة. كانت هذه توقعاتنا لهذا اليوم. لمزيد المعلومات والإرشادات يمكنكم الاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي عن طريق العناوين الظاهرة أمامكم على الشاشة. دمتم في رعاية الله، بقيتم طبعا طيبة للجميع.